على اليسار يوسع والتدسس. إذن كما قلت بأنه حضور ولدي المنتخب المحلي يمكن أقول بأنه معنوية قوية. هذا هو الرجل الوحيد ليساند المنتخب المغربي وأعطاهم دفعة معنوية. وسأقول بأنه كان لحديث مع حسام من اللاعبين، ولكن يجب أن يبدأ الأمور، يجب أن تؤخذ بشكل إيجابي. إسماعيل حداد هذه فرصة للمنتخب المغربي، أحد شنو غادي يعمل خطيرة وحاول ولكن ما تمش التعامل كانوا من الجهه اليسرى. شاهدوا الان احداد كانت تمريره ممتازه في اتجاه اسماعيل حداد. نقول بانه الكالكول ديال اسماعيل حداد قدم شيئا من الكره وما كانش الحساب هو هذاك. نحن اؤكد بانه مصلحه المنتخب المحلي، وبالتالي تفهمنا هذا الامر من حسين عمود. عمر المساوي كرفع كره خطر انت الراسيه المحاوله حمد. قلت بانه مدينه بركان يمكن قول عمر النمساوي كيرفع كرة عالية ارتقاء ضربة راسية ولكن ما كانتش متابعة، ولكن كان الشباب قسطنطينة نشاهدوا هذا اللي كيمارسوا على كل اللاعبين الخط الامامي. عمر النمساوي، عمر النمساوي شنو غادي يعمل الان؟ غيحاول يرفع كرة ممتازة ممتازة خطيرة الان تسديدة هز هذا البناء الهجومي. ونعرفوا امكانيات الناهر اللاعبين الجيدين داخل فريق نهضة بركان وأيضا لعير الأجواء، ولكن شاءت الصدف أن ينتقل لمدينة بركان في يمكن أقول بأنه في الأيام الأخيرة لإنهاء أنهم يستحقون أنهم يكونوا من اللاعبين الجيدين داخل الملعب. وبالتالي يمكن نقول بأنه نسبة امتلاك الكرة هي لصالح المنتخب المغربي. إسماعيل حداد تسرع شيئا ما لأنه كان عنده حارس مربح جاية حارسنا. هذه تسديدة لحداد ما قلت بأنه كاين خيارات كثيرة وهذا شيء إيجابي وإيجابي لأنه يمكن نقول بأنه انتصار. هناك بعض مراكز كاين هادو خيارات هي غادي يحصل تيكتو، ولكن كذلك هذا كيكون شيء مركز واحد وكلهم ما كاينش تواهم، هذا غادي يكون ايجابي. العلاقات الرياضة خبا المغربي بدر بانون وكذلك عميد المتعه خطيره جدا وليد الكرتي كان خبا المغربي بدر بانون بولتيني وليد الكرتي نتابعوا الان في هذا الكره وبالتالي ارتيلات وبالتالي غادي يخلي انهم يدخلوا في دوامه الشر. النهير ممتاز ممتاز ماذا يقول؟ إن أقولها بأنه محمد كرة كانت لصالح المنتخب الجزائري، ولكن كما قلت بأنه بطبيعة الحال حتى ما انتبهش لهذا الأمر حتى ما يساعد كريم البركاوي. كريم البركاوي لاعب حسنية الجديدة منتظر كذلك الآن ممتاز الآن أحداد أحداد يهيئ الكرة ولكن السكون لاعب الفرقة العربية نجم سداد وركز تنتظر مع اللاعبين بأنه الثقة غادي يعطيوها اللاعبين ديال الخط الامامي من اجل المواصله. لحد الان يمكن نقول يعتذر لدكه الاحتياط ولكن ايوب الكعبي ايوب ولديهم كذلك من اجل تحفيز المنتخب. ضربه خطا لصالح المنتخب الجزائري كره عاليه بدر بانون بالفعل كان هناك خطا المنتخب المغربي المنتخب الجزائري يتحدث عن تموضع شيء في وسط الميدان، ولكن اسماعيل حداد بكفاءة كبيرة يورد بالفعل ضربة ضربة جزاء يا سيدي الحكم مربح جايا يقع في المحظور. حداد يجب ان يتحرك ضربة جزاء لصالح حموتا يعطيني بدر بانون أن يسد. بدر بانون سيسعى ويسجل بدر بانون شيل الهدف جول 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 للمنتخب المغربي. الجزاء وجاء 26 المنتخب الفريق ضربة جزاء بعد أن تمت عرقلة اللاعب اسماعيل، وبالتالي هدف كما قلت بأنه بحرفية كبيرة بتقددة في الوسط، وبالتالي بدر بانون تحمل المسؤولية ويبدأ المشوار المنتخب الآن بهذا الهدف الاولمبي. مع اخرى دائما لصالح المنتخب الجزائري لحد الان كما نقول ما بقاش حدود العربي ناجي في مرار في اتجاه شاهدوا الان العناصر ديال المنتخب المغربي محاولات المرور دائما بالنسبه للعناصر لصالح المنتخب الجزائري. يمكن نقول بان هذه اقوى الفتره تشوف الكره ممتازه 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 ممتازه
هدف، هدف ثاني. أنا لست بمنجم ولست بقادة المغربي، بإمكاني أن يمكن أقول بأنه هدف ثاني جاء والمنتخب المغربي انتفضوا، وأنت المغربي أنهم تكون الإجابة سريعة. قلت بأن المنتخب الجزائري بأنه غادي يخرج يلعب كرة، الآن غادي يكون المساحات والبركاوي أنهم حظ المنتخب الجزائري سيكون حاضر، لأنه هناك رغبة كبيرة، هناك انسجام، هناك روح قوية بالنسبة للمنتخب المغربي في الاستعداد وحالة أخرى. تماس، تماس الآن لصالح المنتخب الجزائري، ترفع كرة خطيرة، ضربة رصيدة. أنا سأؤكد مرة أخرى الحواصلي، وهناك حارس حراس آخرون فيهم من أجل حمل القميص المنتخب المحلي ونيل رضا المدرب حسين عمود. مثالية، حضور ذهني كبير، حضور بدني، لكن هذه أرقام. لكن يمكن أقول دعا صيت وليد كرتي في الهدف المرفوض أمام. سنتابع في تشكيلة المنتخب المحلي رفع جهاد سوس أحسن تشريف، وبالتالي احترام المنطقة ممتازة. الآن إسماعيل الحداد، خطير 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 إسماعيل الحداد، لم تكن هدف ثالث كان قريب. أعتقد أنه المنتخب المغربي الآن يجب وليد الكرتي، جميلة جدا، ممتاز في اتجاه الحداد. حداد الآن ماذا يفعل؟ عليه أن ينخرط في الأوه. سرع سرع إسماعيل الحداد، ساعة ثانية ولا أظلم الحداد. إذا كرة، أي 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 أي، كرنفال مغربي، كرنفال، هدف ثالث مغربي يسد كاملة وأقولها. إذا ممتازين خلال هذه المباراة الممتازين المنتخب المحلي المغربي يعيد المنتخب ولاعب لا يؤكدون بأنهم مرة أخرى في المستوى البركوي والماهري ختم، وبالتالي يمكن أقول الحداد يسدد. أي 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 أي، اليوم يمكن كنت أتوقع هذا السيناريو، وكنت أتوقع سيناريو آخر في ذهني بنار، وكان الملعب يستعد بالنار، وكانت العناصر المغربية ستبحث عن الدقيقة 43. وأخيرا يتحرك نسز بنو، ممتاز بدر بنو في خط وسط الميدان. كريم البركاوي العربي نعجيو كان يبحث عن اللمسة وأبدع خلال هذه المباراة، يغير اتجاه الكرة في اتجاه بن عايدة حسين. بن عايدة حسين كرة أمامية تعود مرة أخرى، ولكن بكل ثقة جانب، ولكن كذلك من هنا دخل عامل احتراف، صورة معبرة بطبيعة الحال كبير من الجماهير في الجولة الأولى. خروج اللاعب أحد توابت المنتخب الجزائري الكعبي، الكعبي هنا حرز الاحتراف ومن أبوابها الوسط خلال هذه اللمسة الأخيرة. تزادت من الضغط المنتخب المغربي، عمر النمساوي الآن لأيوب الكعبي، أيوب الكعبي، أيوب الكعبي يبحث يختار يسدد. تابع فعل وصل اللمسة الأخيرة، كان خصو يسدد بالرجل اليمنى، تعود الآن لصالح المنتخب الجزائري. تابع عمر بن دبكة سفيان البديل في الجولة الثانية، يقوم الهجمة يحيى جبران، اسماعيل حتى ممتازة باتجاه الآن أيوب الكعبي، ولكن كبير المنتخب المغربي ممتازة المحاولة الجيدة على الدفاع الجيدي، اعتبرت التجربة جيدة المحاولة وهذا اللقطة. وعمر النبي هناك بعد هذه التقاص، محمد عريف العمار، أشرف داري، أيوب هنا محمد أكبر المنتخب الجزائري ممتازة ينخرط كرسي، ممتازة ممتازة كرسي حرس رصيدة خطيرة جدا تحت عن الزوايا جيدة. شاهدوا كما قلت إسماعيل الحداد الآن، شاهدوا السرعة، شاهدوا السرعة فرقة بينه وبينه. كان عود رئيس ورئيس جاك لودوفيك وتسحب اللاعب انطلقها من هذا الانتماء، وبالتالي
اجتهادات كثيرة جماهير القادرة خلال هذه المباراة. كنا ننتظر أن تكون ردة فعل طاقتات التصرفات المجانية هنا نرفز المجانية باشر محمد مايري خطيرة جدا. محمد مايري سدد بشكل جيد على مرمى الحارس مرمى حجايا. إذن دخول قدم مباراة جيدة بدل مجهود كبير لعب لك كرة بشكل كبير وكان من وراء احدى الاهداف عمر المساوي يرفع كرة عالية في اتجاه بدر بنون خطيرة جدا تعود مهيوس ايمن. المغرب توصل من الان مجموعة من اللاعبين بالنسبة للمنتخب الجزائري ضربة راسية للعميد فرقك. اذا جانب من عناصر المنتخب المغربي اليد الواحدة لا تصفق ويمرر تمريرة ممتازة يمكن وتدخل ممتاز والعارضة تنوب وتسديدة هكذا نريدكم من أجل نختبر دفاعنا والتي قلت بأننا طموحنا أبعد لأن دابا في الشان كانت هذه عارضة جميلة للمنتخب للاعبي المنتخب المحلي المغربي من خلال عنسان الشاهد كيف أن المنتخب الجزائري يشد صعوبة وأيضا يأخذ وقت كبير في بناء الأجمع عكس المنتخب. ضربة راسية ممتازة أنس زنيتي اختبارات لأنس زنيتي بأنه حضر بشكل جيد العامل النفسي والذهني لكن كما قلت بانه بدنيا بشكل جيد مع ميكروفون يحيى جبران. يحيى جبران الان محاصر يمرر في اتجاه ايوب الكعبي المستحق بالنسبه للمنتخب الكعبي. هل ستكون الختم وختام مسك ايوب الكعبي صعود من ايوب الكعبي يبحث عن التسديد ويمرر في اتجاه من ايوب الناح ولكن ليس هناك او ضربه خطا يقول الحكم تنفذ بسرعة وأنس زنيتي وحنا نظافة شباكو أحظى بثقة الحصية وأيضا ثقة كل جميع طارق سقراطي كذلك زملائنا في استديوهاتنا.